مستوى اللاعبين وهو ما تحقق في أودية أولمبيا. قال خاصة أن الفريق السلوفيني سيشارك بعد أيام في بطولة أوروبا، ومن ثم جاءت التجربة قوية للغاية وحققت الكثير من أهداف الجهاز الفني. الفريق السلوفيني اللي لعبوا الأهلي امبارح فريق أولمبيا هيشارك في بطولة أوروبا الفترة المقبلة. طيب أنا معايا أمير هشام على التليفون. أمير هشام أهلا بيك. تحياتي ليك يا كابتن ميدو، اخبارك ايه؟ وتحياتي لكل مشاهدينا ومتابعين قناه الاهلي في كل مكان. ده انا زي الفل طول ما انت زي الفل والفريق زي الفل بتاعنا هنا. طالما بتطمنا يعني على الدنيا هناك، احنا زي الفل والجماهير كلها الحمد لله، وكل يوم الحمد لله بقى مبسوطين اكتر من اللي قبليه. الحمد لله، هو الامور بصراحه ماشيه بشكل جيد جدا يا كابتن ميدو. بالنسبه لفريق النادي الاهلي معسكر يعني ممتاز جدا بالنسبه للفريق صراحه، كل الاجواء جيده، كل الاجواء بتساعد الفريق ان هو يؤدي معسكر بشكل عالي من ناحيه الجديه ومن ناحيه التركيز. كمان اللاعبين كلهم متحمسين، اللاعبين كلهم عندهم جديه كبيره جدا جدا في اثبات جدارتهم في التواجد في التشكيل الاساسي خلال الفتره المقبله. خليني اقول لك النهارده التمرين كان على فتره واحده بس يا كابتن ميدو، الساعه 6. التسجيل تقريبا بالتحديد ابتدى من الساعه وربع بالظبط بالنسبه للنادي الاهلي. كل اللاعبين بيشاركوا بشكل جيد جدا، لكن خليني اقول لك ان التدريب مقسم على مجموعتين، مجموعه اللي شاركت في المباراه الوديه بالامس، ودول كان ليهم تدريبات استشفائيه، بعض التدريبات الاستشفائيه، وايضا المجموعه الاخرى واللي ما شاركوش في المباراه بالامس او حتى اللي شاركوا لمدد قليله، فبالتالي دول كان ليهم تدريبات بدنيه وايضا تقسيم على طول كده في خلال المران، وبيأدوا كمان التقسيم بشكل جيد جدا. خليني اقول لك اخبار بعض لاعبي النادي الاهلي النهارده. علي معلول اول مران ليه مع النادي الاهلي هنا في كرواتيا بعد انضمامه لمعسكر الفريق بالامس. علي معلول انضم مساء بتحديد الساعه 7 او 7 ونص مساء في كرواتيا، والنهارده بيشارك في التدريبات بشكل كامل يعني في التدريبات الجماعيه، وجاهز سواء طبيا او بدنيا بشكل كبير جدا. علي معلول وهو احد العناصر الهامه والاساسيه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. بالنسبه لاحمد حمودي، احمد حمودي عنده الام في العضله الضمه، حس بيها امبارح كده قبل الماتش الودي، فبالتالي ما شاركش النهارده، بيعمل تدريبات تاهيليه مع الدكتور طارق عبد العزيز اخصاء التاهيل. ده بجانب باسم علي واللي عنده طبعا الام في رباط الركبه، فبالتالي ايضا بيعمل تدريبات تاهيليه. لكن اللي عاد لمران النادي الاهلي النهارده هو احمد الشيخ. احمد الشيخ الفتره اللي فاتت كان عنده جزع في الركبه، النهارده شارك في التدريبات بشكل جيد جدا وبشكل كامل. في الاول كده بس كان تدريب كاختبار طبي لاحمد الشيخ، لكن واضح ان هو بقى جاهز، فبالتالي او على الاساس ده دخل التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي. شارك كمان في التقسيمه اللي لسه بتنتهي، وانا بكلمك في هذه اللحظات التقسيمه اللي مع نهايه المران، فبالتالي احمد الشيخ شفي تماما من اصابته في جزع في اربطه الركبه، فبالتالي الامور كويسه جدا، كله بيشارك، كله متحمس، كله عايز يثبت جدارته خلال التواجد في الفتره الجايه يا كابتن. تمام، وباسم اخباره ايه؟ زي ما قلت لك باسم علي لسه عنده الام في الركبه، في رباط الركبه، فبالتالي لسه بيعمل بعض التدريبات التاهيليه من خلالها، بيحاول انه يتعالج ويكون ناقص مشاركه في التدريبات الجماعيه. يعني الاسماء اللي انا قلت لحضرتك عليهم يا كابتن ميدو دول بس اللي ما بيشاركوش مران النادي الاهلي، بجانب وليد ازارو. وليد ازارو زي ما احنا عارفين خلاص خلال ساعات اعتقد ممكن يرحل عن النادي الاهلي، فبناء عليه الجهاز الفني بيخليه يتمرن تدريبات منفرده بالنسبه له، خصوصا الجهاز الفني عايز يعتمد على المجموعه أكيد اللي هتكون مركزه معاه واللي هتكون معاه في المباراه زي تاون شيب، فبالتالي بيتمرن في تدريبات منفرده بالنسبه لوليد ازارو اللي خلاص قرب يمشي النادي الاهلي. واكيد النادي الاهلي ما بيقفش على اي لعيب، هو رغبته ان هو يرحل عن النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيقدر يعوض اي لاعب ممكن يكون ارادته ان هو عايز يمشي مع النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي كمان بيقدر يوجد نجوم جدد بالنسبه للفريق يقدروا من خلالهم ان هم ينجحوا مع النادي الاهلي ويحققوا المزيد من الانتصارات والالقاب ان شاء الله. اكيد يا امير، يعني قول لي ردود افعال الجهاز الفني واللاعبين على مباراه الامس، خصوصا انها كانت مباراه محمد يوسف بيوصفها انها كانت مباراه قويه جدا، خصوصا الفريق ده هيشارك في بطوله اوروبا الفتره المقبله ان شاء الله. بالظبط زي ما انت بتقول كده يا كابتن ميدو، طبعا فريق اولمبيا سلفيني امبارح فريق جيد جدا، مباراه كانت كويسه جدا، الاستفاده والاهداف اللي خرج منها الجهاز الفني من هذه المباراه كانت بنسبه كبيره جدا اتحققت، فبالتالي في رضا كبير جدا من الجهاز الفني سواء مستر باتريك كابتن محمد يوسف عن هذه المباراه والاداء اللي لعب بيه
فريق النادي الاهلي والنتائج اللي خرجوا بيها من هذه المباراه، وخصوصا زي ما انت بتقول كده الفريق ده هيشارك في بطوله دوري ابطال اوروبا في الادوار التمهيديه، وعنده خلال تقريبا اسبوع او اقل كمان هيكون عنده مباراه في دوري ابطال اوروبا، فكان من خلالها ايضا يعني بيستعد من خلال مباراه النادي الاهلي بالامس. يعني كان في حماس كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي خلال المباراه بشكل عام، كله كان عايز يثبت وجوده وكله قد بشكل كويس، لكن في بعض اللاعبين اللي تميز امبارح سواء وليد سليمان بالتحديد اللي اخرج هدف في المباراه، وكان يمكن عمل مباراه كبيره من اول مشاركته في هذه المباراه، وده يمكن شيء جيد بالنسبه لوليد سليمان اللي يعتبر احد اللاعبين الكبار بجانب حسام عاشور اللي بيتكلموا دايما مع بقيه اللاعبين في مدى اهميه المرحله المقبله، مدى اهميه تخطي عقبتي او عقبه فريق تانسون خلال الفتره اللي جايه. بشكل عام يا كابتن ميدو خليني اقول لك الامور كبيره جدا النهارده، المران الوحيد من النادي الاهلي بكره احتمال كبير جدا او خلاص يعني كامل استقرار بنسبه كبيره جدا، هيكون في تدريب صباحي وتدريب مسائي يستمر الاستعداد من خلاله بالنسبه للنادي الاهلي، وهيكون ان شاء الله يوم الاثنين في مباراه وديه ثانيه للنادي الاهلي في معسكره الخارجي. المباراه دي بدل ما هتبقى الساعه 6 هتبقى الساعه 4 عشان الفريق يقدر يخلص المباراه ويتجه مباشره لمطار زغرب في كرواتيا اللي يتحرك من خلاله في تمام الساعه 11 مساء في اتجاهه للقاهره عشان يوصل فجري يوم الثلاث، يعني فجري يوم 10 ان شاء الله يكون الفريق وصل للقاهره، بعديها على طول هيبقى في اجازه، يعني يوم الثلاث ده هيبقى اجازه بالنسبه للنادي الاهلي، يوم الاربعاء هيبقى في مران مسائي بالنسبه للفريق في ملعب مختار تيتش في الجزيره، بعديها الفريق هيتوجه للاسكندريه والمعسكر الاخير قبل مباراه فريق تاونشيب. المعسكر هيبتدي يوم 12، هيبتدي بمباراه وديه لسه ما تحددش مين طرفها، ويستمر المعسكر حتى موعد مباراه فريق تاونشيب ان شاء الله يوم 17، وان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي في هذه المباراه اللي بتمثل كتير وكتير جدا اكيد بالجانب الفني واللاعبين خلال المرحله دي يا كابتن. اكيد اكيد. انا بقى هسالك سؤال مش بصفتك ان انت زميل بقى امير، هسالك سؤال بصفتك ان انت مشجع اهلاوي، ايه الجديد اللي شفته في المباراه امبارح؟ ما سمعتش السؤال، اتفضل يا كابتن. الجديد في المباراه امبارح اللي انت شفته بقى بنظر امير هشام المشجع الاهلاوي. طبعا يعني الجديد امبارح في المباراه الحماس الكبير عند لعيبه النادي الاهلي، التفاهم ما بين الجهاز الفني واللاعبين واستقبال اللاعبين لفكر مستر باتريك كارتيرون، التعليمات مستر باتريك كارتيرون كان بشكل ايجابي جدا وبنسبه كبيره جدا، ما وصلش ل 100% بالنسبه للنادي الاهلي، لكن مع توالي التدريبات ومع توالي المباريات الوديه قبل مباراه تاونشيب هيكون الفكر واضح بالنسبه للاعبين بشكل كبير جدا، خصوصا كل اللاعبين بيسعوا ان هم يكتسبوا ثقه مستر باتريك، وده شيء ايجابي شيء مميز جدا في مرحله زي دي بيستعد من خلالها لفتره مهمه جدا، فالكل بيحاول ان هو يستوعب فكر الراجل عشان يقدر يشارك في المباريات بشكل جيد جدا وبشكل اساسي كمان. ده الجديد وده اللي كان شيء ملفت خلال مباراه الامس، اللاعبين عندهم طموح كبير زي ما احنا عارفين يا كابتن دايما النادي الاهلي او اللاعبين عندهم ما عندهمش طموح بيقف عند حد معين، اكيد البطولات العاديه يعني احنا عندنا فريق النادي الاهلي اكثر من لاعب تقريبا حقق كل البطولات مع النادي الاهلي، سواء وليد سليمان، حسام عاشور، احمد فتحي، استقرار، ناس كتير جدا حققت وسعد سمير حققوا القاب كل الاقساط تقريبا مع النادي الاهلي، لكن الجميل عند لاعبي النادي الاهلي دايما ان هم الطموح عندهم ما بيقفش وبيستمر والدوافع عندهم بتتجدد وبيخلقوا دوافع على نفسهم لتحقيق ارقام قياسيه، يعني حسام عاشور مثلا بيفكر دلوقتي في ايه؟ في ان هو عايز يحقق اكثر لاعب في العالم تحقيقا للبطولات مع النادي. يعني ان شاء الله يمكن اكثر لاعب اعتقد كان تشافي او على ما اتذكر يعني لم تكن الذاكره حقق 35 بطوله اعتقد دلوقتي 32 او 33 يعني قرب يكسر الرقم ده، فهو حاطط لنفسه يعني الجميل في القصه دي ان هو بيخلق لنفسه اهداف ودوافع من خلالها اكيد اكيد يقدر يؤدي بقوه، وده اللي هيسعد جمهور النادي الاهلي بالتاكيد بجلب المزيد والمزيد من البطولات بالنسبه للنادي الفتره الجايه يا كابتن. اكيد يا امير. يعني اخر سؤال اساله لك عشان احنا عارفين ان احنا يعني انت طالع معانا في كل الاوقات وبصراحه يعني كتر الف خيرك ومجهود تشكر عليه، قول لي باتريس كالترون هو اللي بيقف يوجع على الخطوط ولا حد من الجهاز الفني المعاون؟ طيب يعني امبارح ما كانش في توجيه قوي من على الخطوط بالنسبه للجهاز الفني، خصوصا ان هم عارفين المباراه دي بالنسبه لهم يعني بيشوفوا فيها اللاعبين، بيشوف يقفوا على حاله اللاعبين سواء من الناحيه البدنيه من الناحيه الفنيه، مين ناقصه ايه، محتاج ايه خلال الفتره الجايه يشتغلوا عليها، فبالتالي ما كانش في توجيه غير من خلال الدكه على طول، يعني ما كانش في حد بيقف مش زي المباريات
الرسميه او اللي احنا بنشوفه يعني. تمام. لكن هم عارفين جدا اهدافهم، عارفين جدا النواقص اللي ناقصه بالنسبه للفريق الفتره دي، عارفين هيزودوها ازاي، عارفين هيشتغلوا عليها خلال الفتره الجايه ازاي. بشكل عام الجهاز الفني يعني مبشر جدا يا كابتن نجيب، والتعاون ما بين مستر باتريك كاستيلون والكابتن محمد يوسف جيد جدا. يوميا جلسات مستمره في فندق اقامه الفريق في كرواتيا، يوميا بيتكلموا في العديد من الامور اللي بتخص الفريق، معالجه بعض الاخطاء بالنسبه للاعبين سواء في التدريبات سواء في المباراه الوديه او المباريات الوديه اللي كانت في مصر. فبالتالي ده شيء جيد ومبشر جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله مش هيكون ناقصهم غير يعني التوفيق خلال الفتره اللي جايه، ومن خلاله ان شاء الله يحققوا كل طموحات جمهور النادي الاهلي، وبتتمثل بكل تاكيد في اهم بطوله وهي بطوله دوري ابطال افريقيا. وان شاء الله نعدي من المباراتين دول، الفريق يرجع للمنافسه في دوري المجموعات ودور 16 من هذه البطوله، ويرجع كمان للمنافسه على هذا اللقب اللي غايب بقاله فتره كابتن ميدو. اكيد كل جمهور النادي الاهلي كلنا وحشنا طبعا بطوله دوري ابطال. اكيد اكيد يعني امير، اعتقد ان المباراه القادمه، المباراه الوديه القادمه، اعتقد ان مستر باتريس كالتيرون ممكن يلعب بيها بالتشكيله الاساسيه اللي هتبقى في مواجهه بطل بتسوانا تاونشيب. هو بالفعل مستر باتريس كالتيرون من مباراه الامس ابتدى يلعب بالتشكيله اللي يعني بنسبه 70% هتكون اساسيه بالنسبه للنادي الاهلي. كمان المباراه الجايه والمباراه بتاعه برج العرب اللي هي هتبقى اخر مباراه وديه من خلالها، مستر باتريس كالتيرون هيستقر بشكل اكبر على التشكيل الاساسي اللي هيخوض بيه مباراه فريق تاونشيب. خليني بس بالمناسبه اقول لك ان الكابتن سمير عدلي في هذه اللحظات يمكن هو راح يشوف الملعب اللي هنلعب عليه مباراه. تمام. ان شاء الله المباراه الوديه الاخيره هنا عشان يعرف المسافه، وخصوصا امبارح المشوار كان بعيد شويه. تمام. بالتالي مش الجهاز الفني مش عايز بالنسبه للاعبين النادي الاهلي، فبالتالي يعني المفروض كده زي يعني 40 45 من 40 ل 45 دقيقه تكون المسافه لحد ملعب المباراه عشان الفريق ما يتعرضش للاجهاد. فكابتن سمير عدل النهارده المدير الاداري اللي بيقوم بمجهودات عظيمه بصراحه، حاجه جميله، حاجه جميله دلوقتي. بصراحه الراجل ده يعني صعب يتعوض، حاجه جميله فعلا يا رب. راجل شاطر جدا 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 في شغله، راح يشوف طبعا المسافه هتكون قد ايه، وبناء عليه هيرجع ان شاء الله للفريق فندق الاقامه ويبلغ الجهاز الفني طبعا سواء مستر كاسرين وكابتن محمد يوسف، وبناء عليه هيقرروا المباراه الوديه هتبقى مصيرها ايه. لكن لحد الان هيكون في طبعا في مباراه وديه بالنسبه للنادي الاهلي يوم 9 في تمام الساعه 4 عصرا، وهتكون اخر استعدادات النادي الاهلي في معسكره هنا في كرواتيا قبل العوده للقاهره، وان شاء الله معسكر اخر في اسكندريه وبرج العرب، ومباراه وديه اخيره كمان قبل خد مباراه فريق تاونشيب، واللي اكيد بنتمنى فيها كل التوفيق بالنسبه للنادي الاهلي. يعني مجهود رائع من الزميل امير هشام، حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه جدا. امير هشام كل التوفيق ليك وكل التوفيق لمعسكر النادي الاهلي. شكرا جدا امير هشام، ولو في جديد ان شاء الله هنرجع لك بعد المران.